عندنا هذا الحدث الرائع والكبير والهام وهو إطلاق القمر الصناعي 301. عشان تبقى برضو فاهم، القمر الصناعي 301 مش بس معمول علشان يبقى عليه قنوات، يعني لا، احنا بنطلع القمر 301 ده علشان بيشتغل مع القمر طيبة. طب القمر طيبة بيعمل ايه؟ بيشتغل على الانترنت بتاع الاقمار الصناعية، برود باند، اللي هي يسموها ايه، مش عارف اللي اسمها ايه، ليها اسم كده بالعربي بس هو تقنيا ما خدناهوش بالعربي خالص، يعني النطاقات الواسعة أو الأكثر اتساعا، حاجة زي كده يعني. لكن اللي أنا عايز أقوله لك يا مولانا، إن احنا بنتكلم إنه احنا كان عندنا طيبة واحد ربنا يمد في عمره بيقوم بهذا الدور، ومعانا في نفس الوقت 301. 301 وطيبة واحد هيبدأوا يشتغلوا أكتر، مش بس على فكرة القنوات التلفزيونية والقنوات الفضائية وما إلى ذلك، لكن هيشتغلوا أكتر على مد نطاق تغطية إنترنت واسعة في كل أرجاء جمهورية مصر العربية عن طريق الأقمار الصناعية. وبالتالي هتبقى هذه الخدمة اللي هي البرود باند دي اللي جاية من الأقمار الصناعية مش بس بتغطي مصر، كان بتغطي مصر هنا بمنتهى الكفاءة في هذه الخدمة تحديدا، خدمة الإنترنت. ده واحد. اتنين، معنيين جدا بأنه هذه الخدمة تبقى في خدمة المشروعات القومية والصناعية العملاقة اللي موجودة في مصر. طيب ثلاثة، هذا القمر التكنولوجيا بتاعته تكنولوجيا الحقيقة نقدر نقول أنها متقدمة أكتر بكتير عن ما سبق. يعني على سبيل المثال، هل القمر ده ممكن يتشوش عليه؟ أقول لك أي قمر في الدنيا من الممكن أنه يتشوش عليه، أما في 301 وهذا الجيل من الأقمار فيقدر يديتكت، يقدر يعرف أنه فيه محاولة للتشويش والتشويش جاي منين ويعالج هذا التشويش بمنتهى السرعة. ده واحد. طيب كمان يقدر، لأنه لازم يأمن القنوات اللي هتبقى طالعة عليه يعني، أو يأمن أي شكل من أشكال الخدمات اللي بيوفرها هذا القمر. كمان في حاجة اسمها المناورة بالهوائيات اللي عليه. يعني إيه المناورة؟ يعني أنه يقدر طول الوقت يخلق لك تغطية غير منقطعة، يعني لو حصل أي حاجة في مسألة نطاقات التغطية بتاعته هو بيناور بالهوائيات اللي متركبة على هذا القمر، وبالتالي أقدر أوصل. أنا هنا مش بتكلم على قمر صناعي عشان يخدم بس مصر، احنا هنا بنتكلم على قمر صناعي يخدم القارة الإفريقية. وخد بالك أن القارة الإفريقية أصبحت الحقيقة من الأسواق المهمة جدا مؤخرا لأقمار نايل سات بالتحديد. خليني أخد معانا على تليفون دكتور عمرو إمام مدير مشروع القمر الصناعي نايل سات 301، يقدر يتكلم في هذه الأمور بالتأكيد أحسن مني يجي 10 مليون مرة. أهلا بيك يا فندم. اهلا يا فندم بحضرتك. ازاي الصحة؟ كله تمام يا دكتور؟ والله كله تمام، بس انا متهيألي مش هينفع اتكلم اكتر من حضرتك. ما ينفعش اطلاقا، بالعكس يا فندم، احنا دايما نستزيد. عايزين نفهم ايه هي اهمية 301 يا فندم. نعم، القمر 301 زي ما سعادتك ذكرت هو قمر، اكبر قمر عملته شركة النايلسات. قمر بيحتوي على 38 قناة قمرية خاصة بالبث الإذاعي والتلفزيوني. بنستطيع ان احنا كان عندنا منطقة تغطية واحدة اللي هي منطقة المينا ريجون والشرق الأوسط، وجزء من القارة الإفريقية بالطبع بيغطيها الآن نايلسات 201. لكن الحقيقة كمان احنا بقى عندنا هوائيات أخرى ومناطق تغطية جديدة تشمل جنوب القارة الإفريقية وتشمل دول حوض النيل. ده يعزز أنه صوت الإعلام المصري يستطيع أن يبقى رائد في القارة الإفريقية زي ما مع احتفاظه بريادته في المنطقة العربية والشرق الأوسط. عظيم جدا. طيب في مجال تغطيات الانترنت البرود باند، برود باند او واسعه او عريضه النطاق. نعم نعم، احنا طبعا لاول مره بنقدم تغطيه جديده لخدمات الانترنت. خدمات الانترنت بتشمل جمهوريه مصر العربيه، وزي ما سعادتك ذكرت ان المناطق والمشاريع الجديده اللي بتقوم بها الدوله المصريه، ففي بداية الأمر ما بيبقاش موجود انفراستراكشر متوفرة، وبالتالي يبقى من الحلول الهامة جدا هو الإنترنت الفضائي.
في حالة، وهناك بعض المجالات الهامة اللي تتطلب تأمين شامل بالنسبة للإنترنت الفضائي مع الإنترنت الأرضي، فهي خدمة قد تكون متكاملة مع الإنترنت الأرضي. عظيم جدا. طب كده يبقى 301 بيشتغل بالتوافق مع طيبة واحد كمان. الحقيقة طيبة واحد سبق النايت سات في تقديم خدمة الإنترنت، قمر مصري نتمنى له النجاح، وهو قمر ناجح بيقدمه خدمة الإنترنت، ولكن زي ما أنا قلت لحضرتك إنه الكاباسيتي اللي تقدر تقدمها من موقع مداري واحد هو حوالي 8 جيجا بت بير سكند، وبالتالي مصر ان شاء الله تبقى محتاجه اكثر من هذه الساعه، فنستطيع ان احنا نقدمها من موقعين مداريين مختلفين. طب هل ده معناه انه بعد كده هتبقى الشركات المقدمه لخدمات الانترنت تقدر توفر لعملائها العاديين من الافراد وما الى ذلك هذا النوع من الخدمه انترنت فضائي، ولا لسه شويه على ده؟ تستطيع طبعا بعض الافراد اللي هم يحتاجوا الى عدم انقطاع الخدمه وسرعات مناسبه يستطيعوا ان هم يامنوا هذا ده عن طريق خدمات الانترنت الفضائي طبعا. طب ده شيء اكتر من رائع. انا بشكرك جدا جدا يا دكتور، كل شكر حضرتك يا فندم، الف الف شكر دكتور عمرو امام، مدير مشروع القمر الصناعي نايل سات 301 ورئيس القطاع الفضائي اللي حضراتكم شايفينه قدامكم ده بالمناسبه بس حي مباشر من كيب كانيفرال فلوريدا الولايات المتحده الامريكيه. فاكرين ممكن بقول لكم كان نفسي طول عمري ان انا ابقى قاعد موجود ساعه اطلاق قمر صناعي، ولا مره في الاقمار اللي فاتت انا كنت موجود على الهواء، فالمره دي انا حظي حلو بصراحه. مش بقول لكم والله العظيم هو اليوم ده يوم حلو، يعني نحتفل بثمان سنين على تنصيب الرئيس وفي نفس اليوم يبقى في عندنا اطلاق 301، يوم حلو يوم حلو يعني.